مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الفني، حيث نسلط الضوء على أحد الأصوات القوية والمؤثرة في الساحة الغنائية المصرية، المطرب أحمد سعد. سنتعرف معا على مسيرته الفنية ونقوم بتقييم صوته الذي استطاع أن يلامس القلوب ويحرك الأحاسيس. أحمد سعد الذي ولد في 20 أغسطس 1981 بدأ مسيرته الفنية في عام 2003 بالبوم اشكي لمين الذي تضمن 8 أغاني، لكن شهرته لم تقتصر على الألبومات فحسب، بل امتدت لتشمل أغاني الأفلام والمسلسلات مثل مش باقي مني، وهو ما أكسبه جماهيرية واسعة. صوت أحمد سعد يعد من الأصوات القوية والعذبة في الوقت نفسه، وهو ما يمكنه من تقديم مختلف الألوان الغنائية من الطرب إلى الأغاني العاطفية، وقد أثبت قدرته على التجديد والتنوع من خلال تعاونه مع نجوم الجيل الجديد وتقديم أغاني تلامس أذواق الشباب. سنتعمق الآن في تقييم صوته وأسلوبه الغنائي الذي ترك بصمة في الساحة الغنائية، فتابعونا في هذه الرحلة الموسيقية الممتعة. أحمد سعد المطرب المصري الذي يتمتع بخامة صوتية قوية ومتميزة، يعرف بقدرته على الغناء بأسلوب يمزج بين الطرب الشعبي والأغاني الشبابية. صوته يحمل من الإحساس والشجن ما يجعله يتصدر ساحة الغناء بأريحية، وهو ما يبرزه كفنان قادر على التواصل مع جمهوره بعمق في أدائه للموال. يظهر أحمد سعد إبداعاً وابتكاراً يعود نادراً في الساحة الغنائية الحديثة. يعتبر الموال فناً يتطلب مهارة عالية في التحكم بالصوت والقدرة على التعبير العاطفي، وهو ما يتقنه سعد بجدارة، مما يضفي على أدائه طابعاً خاصاً يميزه عن غيره من المطربين. أما بالنسبة لقدرته على التحكم في تقليب المقامات والنغمات، فهي تعد من السمات البارزة في موهبته. يظهر سعد براعة في التنقل بين المقامات الموسيقية المختلفة، وهو ما يمكنه من تقديم أداء غنائي غني ومتنوع يرضي مختلف الأذواق. هذه القدرة تعطيه الفرصة للتجديد في أسلوبه الغنائي والحفاظ على حيوية أدائه، مما يساهم في توسيع دائرة جمهوره والوصول إلى شرائح مستمعين جدد. يعد أحمد سعد فناناً متكاملاً يجيد استخدام خامة صوته المميزة ومهاراته الغنائية ليقدم فناً يلامس الروح ويعبر عن الهوية الموسيقية المصرية بأسلوب عصري ومبتكر. أحمد سعد
المطرب المصري الذي يتمتع بصوت قوي وعذب، يعرف بقدرته على تقديم مختلف الألوان الغنائية بمهارة وإحساس عال. يشاد بصوته الأندلسي القوي الذي يمكنه من أداء الأغاني الشعبية والعاطفية بإيقاعاتها المتدينة. سعد لديه القدرة على التجديد والتنوع في اختياراته الموسيقية، مما يسمح له بالوصول إلى جمهور أوسع ويحافظ على حضوره الفني في الساحة الموسيقية. من الجدير بالذكر أن أحمد سعد لم يقتصر على الغناء فقط، بل خاض تجارب في التمثيل أيضاً، مما أضاف بعداً آخراً لمسيرته الفنية. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها، بما في ذلك الخلافات مع نقابة المهن الموسيقية، إلا أنه استطاع أن يتجاوزها ويستمر في تقديم الأعمال الفنية التي تحظى بإعجاب جمهوره. يعد أحمد سعد صوتاً متميزاً في الساحة الغنائية المصرية. يقدم الأغاني بأسلوب يجمع بين القوة والعذوبة، ويعبر عن مشاعر وأحاسيس متنوعة تصل إلى قلوب المستمعين بسهولة. وفي ختام حلقتنا، نود أن نشير إلى أن أحمد سعد ليس مجرد مطرب، بل هو فنان استطاع أن يجدد من نفسه ويتطور مع الزمن، مقدماً أعمالاً تحمل بصمته الخاصة. وبالرغم من التحديات التي واجهها، إلا أنه استمر في إثراء الساحة الفنية بصوته القوي وأدائه المتميز. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحلقة، ونلقاكم في حلقات قادمة مليئة بالفن والإبداع. إلى اللقاء.